المنتخب المصري محمد أبو تريكة بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى المنتخب السوداني دون ردود فعل. أبو تريكة خلع قميصه ليظهر عبارة كتبت على قميصه الداخلي وهي تعاطفا مع غزة في رسالة تضامنية منه إلى الشعب الفلسطيني. وفي محاولة للفت الأنظار إلى معاناة أهل قطاع غزة، أبو تريكة تحصل على بطاقة صفراء بحجة منع الفيفا لاستخدام الشعارات السياسية في المباريات، لكن رسالته لاقت استحسانا كبيرا من قبل الجماهير العربية المتابعة للبطولة، مقابل إشارة وسائل الإعلام إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة قد تصدر قرارا بإيقافه على خلفية هذه الحادثة.